السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. زي ما انت عارفين ان ببجي موبايل اول ما بتعمل ابديت بيبقى فيه مشاكل في الكي مابينج، فانت كالعادة هتدوس على كي مابينج فوق هنا، وبعد كده هتعمل ريسيت. بعد ما تدوس على زر ريسيت، اي زرار عندك مشكلة فيه هتعمل ديليت للزرار كده. حذفت الزرار، هتروح تحط زرار تاني مكانه مثلا، وتروح تعمل سيف. تمام، عملت سيف، هتروح راجع على الكي مابينج تاني، تروح مغير الزرار للزرار الطبيعي بتاع الايكون. خلاص كده، كده الايكون هيشتغل معاك طبيعي، ودي مجربة 100%. وشكرا لسكس بيرسنت انه اقترح الموضوع ده عليا. اتمنى ان الفيديو يكون ساعدك، وشكرا على المشاهدة.